أنواع الأمثال في القرآن. الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: الأمثال المصرحة، يعني الذي جاء فيها المثل صريحا، الأمثال الكامنة، الأمثال المرسلة. أنواع الأمثال في القرآن: الأمثال المصرحة، والأمثال الكامنة، والأمثال المرسلة. ولعلك تقول: ماذا تعني بالأمثال المصرحة؟ الأمثال المصرحة وهي ما صرح الله فيها في كتابه بلفظ المثل، أو ما يدل على التشبيه كمثل، يعني يقول مثل أو كمثل. ولعلك تقول: أذكر لنا آية أو آيات توضح لنا هذا الكلام. الأمثال المصرحة هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه. قال تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى أن قال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. فهذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين: مثل ناري ومثل مائي. مثل الناري قال سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لما في النار من مادة النور وهي مادة واحدة، ومثل مائي في قوله: أو كصيب من السماء، لما في الماء من مادة الحياة. ضرب الله مثلا ناريا لما في النار من نور، وضرب مثلا مائيا لما في الماء من حياة. طيب، ما المقصد والغرض من هذا؟ الله سبحانه وتعالى نزل الوحي من السماء متضمنا لاستنارة القلوب وحياتها، يعني الوحي يمثل نور والوحي يمثل حياة، والقرينة في ذلك ما قاله ربنا في نهاية سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأنتم تعلمون أن الجسد بدون روح موات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع الوحي ما بين الحياة والنور سبحانه وتعالى. لكن هل تأثر المنافقون بالوحي في هذين المقصدين، يعني أصبح لهم حياة وأصبح لهم نورا يستضيئون به؟ لا. طيب، ماذا كان حظ المنافقين في هذين الحالين؟ في حالة المثل النوري الناري والمثل المائي، هم استضاءوا وانتفعوا ماديا بالدخول في الإسلام، ولم يكن لهم أثر نوري في قلوبهم. يعني أنتم تعلمون أن النور يضيء، لكن هل أنار هذا القرآن قلوبهم؟ لا، لكن استفادوا من الإسلام بالزواج وبالحقوق في الفيء والأغنام وهكذا إذا شاركوا في الجهاد، فاستفادوا من الإسلام حسيا ولم ينتفعوا به معنويا، فذهب الله به في النار من الإضاءة. قال تعالى: ذهب الله بنورهم. وذكر مثلهم المائي فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق
فخارت قواهم ووضع إصبعيه في أذنيه وأغمض عينيه خوفا من صاعقة تصيبه، لأن القرآن بزواجره وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم وعلى قلوبهم وعلى عقولهم نزول الصواعق. أنتم عندما ترون السحابة في السماء تستبشرون بنزول المطر، وخاصة في الأماكن التي تحتاج فيها الأرض أو قامت الزراعة فيها على المطر على الغيث. فعندما يرى الزراع ويرى البشر ويرى الناس السحاب في السماء متراكم، يفرحون فرحا شديدا ويستبشرون كما استبشر المنافقون. لكن في هذا السحاب رعد وبرق، رعد وبرق، فسد هذا المنافق والعياذ بالله أذنه وأغمض عينيه، سد أذنه عن الانتفاع بزواجر القرآن وأغمض عينيه عن النظر في كتاب الله عز وجل والاستفادة منه. هذا تعريف للأمثال المصرحة، وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه، وذكرنا مثال المنافقين. الأمثال الكامنة، النوع الثاني من الأمثال الكامنة، وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل، لم يصرح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز بسيط يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشابهها. ولعلك تقول: ما هي الأمثال التي لم يأتي فيها المثل مصرحا وأيضا دل على عبارة موجزة تستقر في النفس بمعناها؟ قال تعالى: الناس يقولون خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، وشبه العلماء ذلك بقوله: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني وسط بين ذلك. وقوله سبحانه وتعالى في النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وسط. هذه الآيات تعبر عن خير الأمور الوسط. وقوله سبحانه وتعالى أيضا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي معنى: ليس الخبر كالمعاينة، يعني أنا أخبرتك بشيء لكن لو عاينت هذا الشيء لا استقر في النفس ولا تحول من حق اليقين إلى عين اليقين. أنتم تعرفون أن مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. مثال: آمن إبراهيم بعلم اليقين وحق اليقين، فأراد أن يتحول من حق اليقين وهو خبر من الله سبحانه وتعالى وهو صدق كما قال ربنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طلب إبراهيم أن يتحول من حق اليقين اللي هو أخبر به من قبل الرحمن سبحانه إلى عين اليقين. قال سبحانه لما قال لإبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أن يتحول حق اليقين الخبر الحق إلى العين الحق، أن يرى بعينه في موضوع إحياء الموت. أيضا جاء في معنى قوله سبحانه وتعالى: كما تدين تدان. علماؤنا قالوا:
من يعمل سوءا يجزى به كما تدين تدان. وأيضا في معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ورد قوله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على يوسف من قبل، على أخيه من قبل؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فهذا يعني أنا لدغت في حق يوسف، فلا أريد أن ألدغ المرة الثانية في حق أخيه بنيامين. النوع الثالث من الأمثال وهي الأمثال المرسلة في القرآن. الأمثال المرسلة في القرآن وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه، فهي آيات جارية مجرى الأمثال عبر الأزمان، فهي جمل قرآنية جرت على ألسنة الناس مجرى الأمثال عبر الأزمان تناقلتها الأجيال. الأمثال المرسلة هي جمل قرآنية تناقلتها الأجيال عبر الأزمان. والآن نعرض لأمثلة منها. الآن حصحص الحق، وقوله سبحانه: ليس لها من دون الله كاشفة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أليس الصبح بقريب، لكل نبأ مستقر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قل كل يعمل على شاكلته، كل نفس بما كسبت رهينة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كل حزب بما لديهم فرحون، ضعف الطالب والمطلوب، لمثل هذا فليعمل العاملون، لا يستوي الخبيث والطيب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الجمل القرآنية أرسلت إرسالا على ألسنة الناس عبر الأزمان تناقلتها الأجيال.